النهاردة هنتعلم بعض التكنيكس اللي نقدر من خلالها نعمل راوند سينجز لبعض الخلفيات أو لبعض اللاندسكيبس، بالإضافة إن احنا هنحط فكرة جواها مع لانس فلير عشان يدينا الشكل النهائي بتاعها. تعالوا بينا نشوف إزاي هنقدر نعملها النهاردة. هفتح الصورة دي، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت، تقدروا تحملوها. بعد كده انا محتاج ان انا الف الصورة بتاعتي ديت 360 او شكل دائري، فعشان ان انا اقدر الفها لازم الطول بتاعها يبقى قد العرض، انها تكون مربعة يعني. فانا هدوس image size، طبعا هغير للبيكسل او بالسنتيمتر زي ما انتوا حابين. لو التشين لينك ده مضغوط بالشكل ده هنشيل الضغطة عشان خاطر اقدر ان انا اكتب اي رقم ورقم التاني ما يتغيرش معي. هكتب نفس الرقم اللي فوق اللي هو 2470 واقول اوكي. هتبقى معايا بالشكل ده. بعد كده هدوس فلتر ديستورت وبعدين بولر، ولما ازوم لورا كده بالشكل ده هتبقى معايا بالشكل ده، هقول اوكي هتبقى بالشكل ده كده. اختار كروب تول وابدا اقص، ممكن كده تمام، وهدوس على التشيك دي، وبعدين هدوس كنترول زيرو عشان يعمل لي فيل للكانفاس بتاعي. هبص الاقي هنا في حاجات من الحاجات دي مشدوده، هختار الكلون ستام تول وكبر شويه في البراكت او حرف الدال، وهدوس الت عشان تبقى بالعلامه بالشكل دي بالشكل ده كده، وابدا اختار مثلا الجزء ده كده بكليك، وابدا احاول ان انا اظبط بالشكل ده كده وهكذا. هنا نفس الموضوع، هنا وهنا برضو، تمام، لحد ما يبقى شكلها مقبول بالشكل ده. بعد كده هختار الباتش تول وهعمل سيلكت على الجزء ده كله، وبعدين هشده بالجنب كده واعمل كنترول دي عشان يعمل لي دي سيلكت عشان تبقى بالشكل ده كده. بعد كده هدوس كنترول تي، او الاول هدوس على القفل ده عشان يعملها لي لير عادي جدا، وهدوس كنترول تي وابدا الف الصورة بتاعتي بحيث ان الضوء ده هو اللي يكون فوق، تمام. بعد كده هختار من الفرشة لود براش، هختار الفرشة دي، هتلاقوا لينكها برضه هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت، وكل اي من الاشكال دي اكبرها شوية تقدر تعمله. لو انت عندك فرشة انت عايز تعملها براحتك يعني، او اي شكل انت عايز تحطه براحتك مفيش مشاكل فيه. اختار مثلا الفرشة دي اصغرها شوية، واختار اللون بتاعي يكون جري كده مثلا 2-8-2-8-2-8، هعمل لير جديد و هنا كده وادوس مرة سوري اللوباست بتاع 30% لازم اخليها 100%، وهدوس هنا مرة بالشكل ده كده. بعد كده هعمل كنترول جي عشان يعمل لي دوبليكيت لي، وهقف على اللاير اللي تحت وادوس كنترول تي عشان يفتح لي ترانسفورم تول، واشده بالشكل ده كده عشان يعمل لي ظل. هدوس على علامة الصح دي عشان يشيل لي ترانسفورم تول، وابدأ بالسهم كده ألزق الظل لي الشخصية بتاعتي. زي ما انا واقف على الظل بتاعي هدوس فلتر بلور جازم بلور عشان اديله شوية بلور كده بالشكل ده، واقلل الاوباستي بتاعتي شوية. زي ما احنا شايفين كظل ممكن نطوله شوية،
هقف عند اول لير فوق، اعمل لير جديد واغير الباك جراوند، الفور جراوند بتاعي يبقى اسود كامل، وهدوس Alt Delete عشان خاطر يعمل لي فيل للشكل بتاعي بالاسود. بعد كده هدوس فلتر ريندر، بعدين لينس فلير. على علامة الزائد دي هقف كده واشد احطها في المكان اللي انا عايز احطه، انا عايز احطها في المكان ده، وازود شوية بالشكل ده كده واقول له اوكي. بعد كده غير البلند مود بتاعها السكرين عشان تبان لي بالشكل ده كده، وممكن ننزلها لتحت كده شوية. تمام بالشكل ده كده. وبكده يكون انتهى الديزاين بتاعنا. ارجو انكم تكونوا استمتعتوا، وان ما وان يكون تكونوا استفدتوا حاجة جديدة، ان تكونوا اكتشفتوا حاجة جديدة برضو. اعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة عشان تجيلكوا الدروس كلها اول باول، وما تنسلوش تكلموني لو حد اي عايز حاجة في الكومنتات ممكن يكتب لي، مفيش مشاكل او اي فكرة عايز يصممها. كان معكم حازم صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.